والمسح على الخفين لم ينكره أحد من السلف، وما نقل عن الإمام مالك من أنه أنكره فقد قال ابن عبد البر رحمه الله قال إن الرواية الصحيحة عن مالك أنه أثبته، يعني أثبت مشروعيته، ولم يخالف في ذلك إلا الروافض. الرافضة يخالفون أهل السنة في المسح على الخفين، هم يتوضؤون لكن إذا وصلوا إلى الأقدام مسحوا من غير غسل وهي مكشوفة، مسح الكعب العالي الذي في مقدمة القدم، فهم يمسحونه بالماء دون غسل، فهم لا يرون المسح على الخفين ولا يرون غسل القدمين، وإنما يرون المسح على الكعب الذي هو في مقدمة القدم. وما ورد عن علي رضي الله عنه أنه قال سبق الكتاب الخفين، بمعنى أن القرآن أتى بآية الوضوء وأن آية الوضوء فيها غسل القدمين، هذا حديث منقطع لا يصح عن علي رضي الله عنه. وكذلك ما نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لم يكن هناك مسح بعد آية المائدة. آية المائدة ما هي؟ آية الوضوء، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، وهذا أيضا لا يصح عن ابن عباس رضي الله عنه. قال الإمام أحمد رحمه الله ليس في نفسي شيء من المسح على الخفين، فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني يقول ليس في قلبي أدنى شك في مشروعية المسح على الخفين. والحسن البصري يقول سمعت 70 من الصحابة يروون المسح على الخفين. والآثار في مثل هذا كثيرة تدل على ثبوتية المسح على الخفين. ولذا في حديث جرير مسح رضي الله عنه فقالوا له أتمسح بعد آية الوضوء؟ قال ما أسلمت إلا بعد آية الوضوء. ففي هذا دلالة واضحة على أنه لم ينسخ المسح على الخفين، بل هو ثابت، ثابت من حيث السنة، وثابت من حيث الآثار الواردة عن السلف، وأيضا ثابت من حيث القرآن. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني واغسلوا أرجلكم، العطف هنا على غسل اليدين. في قراءة سبعية ليست شاذة، سبعية وأرجلكم بالخفض، من أعظم ما توجه به هذه الآية أن هذه الآية أتت بقراءة النصب على أن القدم إذا كانت مكشوفة تغسل، وإذا كانت مستورة فإنها تمسح.